يقول هل طواف التطوع لا بد أن يكون 7 أشواط؟ إيه نعم، الطواف لا يصح سواء كان تطوعا أو واجبا، لا يصح إلا 7 أشواط، أي النقص وهو غير صحيح. مثل الصلاة، لو صليت العصر 3 ركعات أو ركعتين تصح؟ لا. الطواف كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 أشواط وقال خذوا عني مناسككم، فالطواف 7 أشواط. نعم.